الصيادون في عكا يحتجون على حظر الصيد مدة شهرين دون أي تعويضات من خلال أكثر من تظاهرة. الأولى كانت قبل أيام والثانية تنطلق اليوم من ميناء حيفا. وحاليا معنا الصيادين ماهر فودي ورائد عيد للوقوف عند تفاصيل المشكلة وتأثيراتها. تحياتي ماهر ورائد. أهلا وسهلا. الاحتجاج يعني عم بوصل وصوتكم عم بعلى، واضح أنه بعد هالأمور عم تتبلور، فحطونا شوي بالصورة. أنتوا عم بتصفوا بدون مصدر رزق لمدة شهرين بدون أسباب واضحة. تفضل. أول شيء مرحبا. إحنا من مينا نحكي معكم، من مينا عكا. إحنا صيادين، مصدرنا ورزقنا الوحيد هو بس عن طريق الصيد السمك. فالزراعة وزارة الزراعة كل مرة بتطلع لنا قوانين صار مية ومش غادرين بطلنا نقدر نشتغل. كل سنة بيقولوا لك وقف شهر، وقفنا شهر، واحنا بدنا نظام وبدنا نتعاون معاهم، بس انه كل سنه صاروا يحطوا علينا اشياء اصعب واصعب. مثلا كان شهر، اذا صاروا شهرين، شهرين ونص، وبدناش يدفعوا لنا تعويضات. يا هل ترى في حدا بيقدر يقعد شهرين ببيته عنده عيله واولاد من غير ما ياخذ معاش؟ تحت اي اسباب يعني بذريعه شو التبرير اللي اخذتوه لهذا المنع؟ نسمعك ماهر. انه السمك عم بقل، بينما اني بعرف منيح انه السمك عم بقل مش من الصيادين نفسهم، طبعا اهل عكا انه نسيوا انه في مصانع بسواحل عكا اللي هي عم بتزت سموم بقلب البحر، ونسيوا انه في قوارب كبيره اللي هي تجاريه او قوارب الجرف بيقولوا لها بجرفوا بشكل وحشي للبحر، بحرطوه حرب، بيطلعوا اسماك بالاطنان، واحنا الصيادين الصغار يا دوب بنطلع كم كيلو عشان قلة السمك، وهن بيجوا بحطوا لنا قوانين وبيضايقوا علينا اكثر واكثر، مع انه هاي مهنتنا ومهنه الاباء، هاي مش هاي طريقه حياه. هن انا حسب رايي بدهم يمنعونا نرجع على البحر او نتصيد بالبحر. هذا الهدف رأيي. وهو بالنهايه يعني شددنا ونشدد انه هاي مهنتكم الاساسيه ومصدر الرزق الاساسي، هي مش هوايه يوم بالاسبوع او شيء تمارسه. لا درسناها ابا عن جد يعني. احنا البحر لنا مش منه بس مصدر رزق، احنا البحر لنا يعني حياتنا، احنا ما بنعرفش شيء ثاني غير هاي مهنتنا، هاي شغلنا وهاي حياتنا. احنا ادمان عندنا البحر، بنقدرش يوم ما ننزلش على البحر. فهني حطوا علينا انه نقعد شهر، قلنا يلا نتعاون معاهم اذا هذا بكون شيء لمصلحتنا، وان شاء الله بكون لمصلحه الجيل الجاي. بس على الطريقه اللي هني عم بيشتغلوها مش راح يكون في صيادين، ولا بدنا يكون في زراعه. تعال نتفق، اذا متفقين انه انتم مستعدين للتعاون، يعني اي معادله بتقبلوها؟ يعني شو اللي بتستنوا؟ على الاهالي مقل ما فيها انه الفتره اللي احنا نقعدها زينا زي اي بني ادم موظف بيشتغل وباخذ معاشه، انه يكون في لنا معاش دخل نقدر ناكل ونشرب ونعيش فيه. هن مش سائلين علينا من ناحيه لا اكل ولا شرب. هن بدهم ايانا ان نضلنا قاعدين بالبيوت، عم بيحاولوا يعملوا يضايقوا علينا بكل الغرامات بالمحاكم بكل شيء. حتى اذا احنا بنحط الشباك تبعتنا او الزيوت تبعنا اللي بنشتغل فيه، بيجوا بنصاص الليالي بيسرقوا لنا اياته، وبياخذوا لنا القوارب تبعتنا بحجزوها وبحبسوها وبحطونا وبعرضونا لمحاكم وبحطوا علينا يعني غرامه ماليه كبيره. اليوم التظاهره كانت كمان تظاهره احتجاجيه اكبر من الاولى، شو مستنيين بعدها؟ احنا مستنيين اسا انه هن بيقولوا بدهم يقعدوا مع الصيادين. فاليوم في باقات كل مره عم بيعملوا تخيا، لانه بعد فيش تشكيله حكومه، وهذا كلياته بس عم مستحق عن 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 يعني غصب عننا احنا، هذا كله احنا اللي عم نتاثر فيه ما حدا ثاني. وبعدين احنا عن جد يعني صار كثير ظلم اشكر خبر، يعني لا حدا قابل يتعاون معنا ولا قابلين يعني يطلعوا علينا باي شكل. واحنا صرنا عده سنين يعني بهذا الشيء، وما فيش تجاوب معنا ولا من اي ناحيه. على امل انه يوصل هالصوت وهالصرخه. رايت بعد في شيء بتحب تضيفه كمان في نهايه هذا الحديث؟ انا بدي اضيفه، انا بتامل من سلطه الزراعه انه تتعاون معنا، مش يكون احنا الحراميه وهن البوليس، مش قطبين، نشتغل سوا حتى نوصل لنتيجه مرضيه للطرف. ونتامل خير. أشكركم جزيل الشكر، بتأمل يعني هالاحتجاج يوصل وتتحقق على الأقل ما يرضيكم وما يضمن قوت عائلاتكم. شكرا لكم رائد وماهر. الله يسلمك. شكرا لكم.